مرحبا بحضراتكم معانا مرة ثانية. يحدث في مصر، لسه بنتكلم مع سيادة النقيب عبد الحليم علام نقيب محامين مصر عن الجولات اللي تمت من النقاش مع مجلس النواب ممثلا في اللجنة التشريعية بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية. أنا بحاول ألتزم بكل النصوص الممكنة، لأن إحنا زي ما بقول لحضراتكم إحنا بنتكلم أولا في مشروع. أولا لسه صحيح إنه اللجنة قفلت الباب الخاص بالمشروع ومناقشته، انتهت المناقشة وفقا للجنة، لكن احنا عندنا من مجلس النواب عموما البيان اللي صدر النهاردة من ساعتين، انا بلخص بس سريعا، من ساعتين او من ثلاثة، بخصوص انه الباب ما زال مفتوحا للنقاش. مش عارف بقى في الحقيقة الباب ما زال مفتوحا للنقاش، هل معناه انه اللجنة تعيد فتح النقاش مرة ثانية، ولا انه الباب ما زال مفتوحا للنقاش عملا بما سيتم في الجلسة العامة؟ تقدير حضرتك ايه اولا؟ لا، هو الباب في اللجنه التشريعيه اغلق بالامس، انتهى عمل امبارح، لكن الباب ما زال مطروح للنقاش امام اللجنه العامه وصولا للجلسه اللجنه العامه. صحيح، الراي فصل. هو معرفه قانونيه برضو، يعني نحاول نعرفها من حضرتك. القانون اقر وتم التصويت عليه، بيتبعت لرئيس الجمهوريه، تمام، يعود الى مجلس النواب، فيبقى معناها قانون نافذ. ولا لو اقر رئيس لو اقر ناسف لو اقر رئيس الجمهوريه اصبح قانون نافذ، لو رفض رئيس الجمهوريه ورجعه للبرلمان مره ثانيه يعاد النقاش. لكن لو اقر رئيس الجمهوريه بقى قانون نافذ، لو اقر ونشر في الجريده الرسميه خلاص اصبح اقر بقى ونشر. انا بسال برضو، اقر ونشر في الجريده الرسميه ونقابه المحامين شايفه انها عندها مشكله، او نادي القضاه شايف انه عنده مشكله، بيبقى في اجراء قانوني لابطال نص قانوني؟ الطعن بعدم دستوريه النص. الطعن بعدم دستوريه النص ده موضوع طويل، ده موضوع ثاني خالص. طبعا موضوع طويل خالص، يعني لانه احنا برضو شفنا عدد من الملاحظات اللي هي دايما ايه، والله احنا عندنا احتمال عوار دستوري في المواد، احنا عندنا مشكله في المواد دي لا تنطبق مع الدستور او لا تترجمه او تعكسه، ده اللي حضراتكم كنتوا بتقولوا. لا، احنا اتكلمنا عن شبهه عدم دستوريه بعض مواد القانون، لكن شبهه عدم دستوريه لكن احنا عارفين كويس جدا انه على راس البرلمان يعني احد ائمه القانون الدستوري المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمه الدستوريه الاسبق، فقيه قانوني ودستوري يشار اليه بالبنان في كل المحافل. صحيح. فاعتقد انه لا يمكن باي حال من الاحوال انه يقبل ان يمر شيء نص في شبهه عدم دستوريه. هل تم الاخذ بملاحظات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي كامله ولا جزء منها؟ طب مش احنا نكمل الاول ما هناخدهم بس نصوص هناخدهم عشان نطمن المحامين. طيب، ثم نعود ممثلا لنقابه المحامين حتى اللحظه الاخيره، هو ايه في ماده كانت عامله ازعاج قوي لنقابه المحامين؟ لا كتير، كل المواد اللي موجوده دي عامله ازعاج. طب مش كلها اتصلحت معانا؟ لا لا لا، طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا صلحنا حاجات كثيره جدا. انتوا كان عندكم مشكله كبيره في الماده 274. لا، احنا عندنا الماده 105 الاول. 105 مالها بقى الماده؟ يجب ان يمكن المحامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهه بيوم على الاقل ما لم يقر عضو النيابه العامه غير ذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيقات. احنا ده موضوع النص اللي كان مقدم، صح؟ النص اللي كان مقدم، احنا طلبنا تغيير يوم على الاقل بمده كافيه وتم يوم الاستجابة. على الاقل مده كافيه، لانه في قضايا الحبس التلبس بتعرض على طول على النيابه يعني ثانيه واحده، يعني اشرحها لي برضه، لان ده حاجه بتخص المواطن مش بس المحامي. المحامي عندما يتم القبض على المتهم، في واحد اتقبض عليه متلبس، المفروض يعرض على النيابه خلال 24 ساعه كويس من تاريخ القبض عليه. تمام. القانون هنا قال انه لا بد ان يمكن المحامي من الاطلاع على اوراق الدعوه بيوم على الاقل. تمام. طب هو بيتم القبض عليه وارساله للنيابه خلال 24 ساعه، ما بيبقاش في فتره ما عندكش اليوم. احنا اعترضنا على اليوم، على اليوم وخليناها دي الماده 105 مده كافيه. الماده 105 تمام. بعديها المادة، طبعا في مادة شهيرة، مادة 204 242. لا طبعا مادة 242 دي فيها مخالفة زي قرار مجلس الأمن، مخالفة لكل النصوص وكل ليه بقى الدنيا. طبعا الحماية التي قررها القانون أو الدستور في المادة 198 و98 منه و49 و50 و50 مكرر للمحامين، جاءت هذه المادة في بالإطاحة بها. إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة. طبعا
وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. لا، ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا تشويشا مخلا. والتشويش انت عارف ما أثير حواليه من لغط في أوساط المحامين، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا حر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. هو ايه تعريف التشويش؟ معلش، كما أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة، هي دي نقطة الخلاف الرئيسية. ايه بقى؟ تمام. احنا تمسكنا وقدمنا مقترح للجنة التشريعية. حضراتكم مش عايزين تتحلوا للنيابة؟ لا يا فندم، انا بقول لك حل للنيابة. معلش انا بسأل. مش كده. انت لا يتم القبض على المحامي اثناء ممارسة مهنته وبسببها. يعني انا بحضر عن متهم في الجلسة، يتم القبض عليا في الجلسة قدام الموكل وقدام المتهمين، واطلع النيابة مكلبش مقيد الحرية. هي العداله مش هتستقيم غير بالقبض على المحامين. و ايه اللي اقترحتوه وتم الاخذ؟ احنا اقترحنا ما عدم الاخلال بكافه الضمانات الاخرى المقرره في قانون المحاماه وتعديلاته امام سلطات الاستدلال والتحقيق. يعني هو ايه دلوقتي المحامي يحصل معاه ايه الاجراءات؟ في ضمانات مقرره في المواد 49 و50 و50 مقرر، وفي الماده 198 من الدستور، والماده. طب المحامي اخلى بالنظام؟ اخلى بالنظام، يحرر رئيس الدائره مذكره بما حدث ويطلعها للنيابه. ايه الفرق بين رئيس الدائره ورئيس الجلسه؟ يعني هو رئيس الجلسه هو رئيس الدائره. هو رئيس الدائره. هو رئيس الدائره. يحرر مذكره بما حدث اذا كان موقع من المحامي ما يستدعي. يعني المحامي اتكلم بعصبيه. تمام. تقبض عليه وتحط الحديد في ايديه وتطلعه. يحال بقى للنيابه. طبعا يحال للنيابه. تمام. للنيابه العامه. واذا كان موقع من المحامي ما يستدعي مؤاخذته تأديبيا يحال الاوراق. طيب. الى رئيس المحكمه لحالتها للنقابه. انا دلوقتي قسمت البلد نصين، سمعت ما يهم المحامي، بس عايز اسمع ما يهم المواطن والراي العام. طيب. قول لي حضرتك لاي درجه الكلام ده كله يهم مفهوم والله، بس لاي درجه المحامي بيحضر عن نفسه وبيحضر عن مدافعا عن المواطن. مدافعا عن المواطن. الجزء الخاص بالمحاكمه الغيابيه ممكن تشرحه لنا يا فندم؟ طبعا. الأحكام الغيابية، الأحكام دي بتصدر من محكمة الجناح أو محكمة الجنايات أو محكمة الجناح المستأنفة أو محكمة الجنايات المستأنفة، يصدر حكم في غيبة المتهم بعقوبة أو بالبراءة. قد يصدر الحكم بالعقوبة أو قد يصدر بالإدانة أو بالبراءة. أيوه. أي في الحالتين يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم الصادر بالبراءة أو الصادر بالإدانة، سواء صدر من محكمة الجناح أو صدر من محكمة الجنايات. في الحالة دي احنا كان لنا مجموعة من الاعتراضات على هذا النص. ليه بقى؟ وبالذات في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم بالبراءة. يعني حضرتك قدمت للمحاكمة، صدر في غيبة حضرتك ودون إعلان ومن غير ما تعرف، صدر حكم بالإدانة ضدك. تمام. النيابة بالبراءة، استأنفت النيابة حكم البراءة الصادر ضد غيابية. ضد غيابية، فوت عليك درجة من درجات التقاضي. صدر الحكم غيابيا في محكمة الاستئناف أو الجنايات المستأنف. أي في الجنايات المستأنف في غيبة المتهم برضه. يبقى المتهم ما قدموش طريق غير الطعن بالنقد ويقدم للمحاكمة محبوس. وتم التغيير لإيه؟ تم تعديل هذا النص وقراءة نصوصه وإنه في حالات اللي زي كده يعود للإجراءات الطبيعية. يعني لو صدر حكم يجوز للمتهم إعادة الإجراءات قدام محكمة أول درجة. بيان مجلس النواب وعدد من البيانات اللي خرجت بيتكلم على برضو ده اللي هو إيه، حاجة من أهم ما طرح على الرأي العام، الحبس الاحتياطي. حبس الاحتياطي. حبس الاحتياطي آخر ما تم التوصل إليه إيه يا فندم؟ الحبس الاحتياطي مشروع القانون قدم ضمانات وحريات كافية للمتهمين في مسائل الحبس الاحتياطي. أنزل العقوبات المقررة في الحبس الاحتياطي في الجنح لأربع شهور، في الجنايات ل 12 في الجنح شهر، أربع شهور أو في الجنايات ل 12 شهر. جنايات بحد أقصى. لا، الحد الأقصى في الجنايات ما عدا جنايات الإعدام والأحكام التي عادت من محكمة النقض. هل في بدائل للحبس الاحتياطي؟ طبعا قرر بدائل كثيرة جدا المشرع في أكثر من نص
هنا وبدائل العقوبات، العقوبات السلبية للحرية. هل النهارده اقدر اقول انه يعني التحفظ اللي تم في الحوار الوطني بخصوص، كان في اراء بنقراها ونتابعها في الحوار الوطني انه ده احنا كده لو قدرنا نلتزم بالقانون يبقى كويس، وفي راي تاني يقول لا حبس الاحتياطي ده لازم يعاد النظر فيه بشكل كامل. ليه؟ انا بس انا ما اعرفش. لا 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 لا، بالعكس، الحبس الاحتياطي ما قدم في الحبس الاحتياطي من الحوار الوطني وما تم ترجمته في نصوص هذا القانون وفر ضمانات كافية انعكس بشكل كامل، يعني إيجابي جدا، اللي يعني تقدم في تعويض الحوار الوطني تعويض تم تلبيته في المشروع زي ما هو بالضبط دلوقتي. بالضبط، إنزال مدة الحبس الاحتياطي، تعويض المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي إذا في سواء في مدة الحبس إذا تم الحفظ في القضية وإلا واجه لإقامة الدعوة الجنائية أو المتهم خد براءة، يعوض من خزانة الدولة تعويض قابل للضرر. هل يخشى نقيب المحامين انه في الجلسه العامه يتم التراجع عن مكتسبات نقابه المحامين ومقترحاتها؟ لا اعتقد في ظل الوعود المقطوعه من رئيس مجلس النواب ومن رئيس اللجنه التشريعيه بان كافه مكتسبات المحامين هي ده حق مكفول بنصوص القانون ونصوص الدستور، وانه دار حوارات عديده ما بيننا وما بين رئيس اللجنه التشريعيه وما بيني وبين مستشار رئيس مجلس النواب وبيني وبين ايه اللي دار ما بين حضرتك وما بين رئيس مجلس النواب؟ يعني كنتوا احنا بتتكلموا في نصوص قانونيه؟ لا اتكلمنا في رؤيه النقابه حول النصوص القانونيه المقدمه اتفق لنا، معاك في اللي حضرتك كنت بتطرحه كنقيب اعتقد انه المحامين؟ اتفق في كل ما طرحناه، وهو كان متابع جيد للحوار الذي دار ما بيني وبين رئيس اللجنه التشريعيه ومستشار رئيس المجلس والمستشار محمود فوزي. اولا باول، ايه اللي وصلنا انه يبقى في عدد ملاحظات كبير كده مع انه المفترض انه مجلس النواب فيه قامات قانونيه وقضائيه؟ هل المساله دايما بتخضع للمساومه في صناعه التشريع، كل واحد بيحاول يحقق مصلحته الاهم وبعد كده اللي انا كنت بقول عليه التدافع والنقاش هو ده اللي بيوصل لاتزان، ولا ايه؟ احنا بتبدا ازاي يعني؟ احنا ما بنقولش كده خالص ولا نقدر نقول كده، لكن كل جهه او كل هيئه بتدور على مصالح اعضاء نادي القضاه، بتدور على مصالح القضاه، النيابه العامه بتدور على زياده الضمانات للنيابه العامه، المحامين والمواطنين دايما بيدوروا على مزيد من الحريات وسياده القانون والدستور. الجزئية الخاصة بالتحفظ والتوسع في التحفظ على الأموال أو الأصول أو الممتلكات، المادة 143 و144، ودي المادة 143 أرجعت المناقشة فيها للجنة العامة لأنه فيها في مادة كبيرة جدا، في مادة معدية الصفحة صفحة كاملة، صفحة كاملة اللي هي 143 143 دي كانت مسار جدل وخدت مناقشات مستفيضة من نواب بأمانة ربنا في اللجنة التشريعية واستمعت فيها لكل الآراء. طب وليه تم التأجيل للنقاش فيها؟ لأنه فيها خلاف مش قادرين يحسموها. مادة كبيرة قوي. طبعا وفيها أمور شائكة. حتى ما تم تقديمه من ملاحظات من مذكرة نقابة الصحفيين برضه هو كبير، يعني حتى التعديل كبير قوي بخصوص المادة 143. هو التعديل اللي قدم او اللي اعد من نقابة الصحفيين كان امبارح بعد انتهاء اللجنة من عملها. حضرتك بتقولي كده انه كل ما يتم الحديث عنه او النقاش بخصوصه بعد انتهاء اللجنة من عملها ليس محل يجوز. نقاش؟ لا بالعكس، يجوز للبرلمان فتح نقاش في كل مواد القانون، لان كل هذه المواد من ممكن انه رئيس حل. المجلس يطلب من هل من ممكن رئيس المجلس يطلب من اللجنة التشريعية ممكن تعالوا يرجع. نعقدوا ممكن تاني ممكن يرجع ممكن وابداوا تكلموا من اول جديد، يتعرض على هيئة المكتب، هيئة المكتب ممكن تترجع او تعرض على اللجنة العامة. فاحنا لسه قدامنا لا 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 قدامنا احتمالية لا لا طبعا انه ما تبقاش طبعا. بس الجلسة العامة طبعا، وده اللي خلانا احنا في نقابة المحامين ما طلعناش نعلن قدام زمايلنا المواد اللي توافقنا على تعديلها لحين اعاده صياغتها. هو ده برضه انا كنت لسه من اللجنه التشريعيه. انتوا قلتوا لنا ان احنا اتفقنا بس ما قلتوناش اتفقتوا عليه بالظبط، فما كناش فاهمين. لا احنا اتفقنا على انتوا كنتوا يعني حضراتكم كمجلس نقابه متحفظين على ذكر الموضوع لغايه ما يتم بشكل نهائي؟ طبعا يا فندم، احنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك التشريع ليه مراحل، المرحله الاولى اللجنه النوعيه ثم صياغه
عرضت على اللجنة التشريعية وتم مناقشتها، قدمنا تحفظات عليها، استمعوا لرؤية نقابة المحامين في هذه التحفظات وتم مناقشة المواد اللي اتحفظت عليها النقابة مع المواد اللي احنا لحقنا نناقشها زي المادة 401 و408 و378 401 و401 408 و419 420 421، ثلاث مواد دول يتم اعاده الصياغه فيهم من جديد، وهي عباره عن ماده واحده. في الماده 242 واحنا اتكلمنا فيها اللي هي بتوفر الحمايه والضمانات الكافيه للمحامين طبقا للماده 49 و50 و50 مكرر من الدستور. الماده 368 برضو تم التعديل عليها، المادة 372 والمادة 267 خاصة بالصحفيين. هل تتصور انه البيان اللي خرج من مع استحداث مادة هي 534 الخاصة بالانتداب، قضاء الانتدابات، ودي هتسد امور كثيرة. هل تتصور حضرتك انه البيان اللي خرج من مجلس النواب النهاردة كان محاولة لاحتواء الخلافات واختلافات وجهات النظر بخصوص مشروع القانون؟ هل تصور انه نجح في هذا الاحتواء؟ يعني الاحتواء ازاي؟ يعني عندك مذكره من نقابه الصحفيين، عندك بيان من نادي القضاء، وعندك من موقف من نقابه المحامين. هل بيان مجلس النواب النهارده احتوى الاختلافات دي؟ انا ما قريتش بامانه بيان مجلس النواب النهارده وما اطلعتش عليه، واكيد ذكر مجلس النواب يعني اهو هو في اطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو اصلاح المنظومه التشريعيه، ذكر انه المشروع هو ثمره مجهود استمر سنتين. حضراتكم من سنتين تعرفوا بهذا القانون بتناقشوه ولا لا؟ هو في نهايه شهر 12 22 في نهايه 22 ارسل خطاب لنقابه المحامين، ب خطاب لنقابة المحامين يتضمن ترشيح أحد السادة أعضاء مجلس النقابة لحضور المراجع. فإحنا رشحنا الأستاذ محمود الداخلي لحضور المناقشات، ورشحنا من المحامين المطلعين بشأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنائي. أنا كان سؤالي إنه بدأ النقاش يحتدم بخصوص المشروع عندما عدت النصوص، ومجلس النواب طلع النهارده البيان اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، انه في الاوضاع الاستثنائيه يتطلب ايه، انه مجلس النواب اكد على الحوار الوطني، مين اللي حضر دراسه توصيات لجنه حقوق الانسان والحريات العامه، وقال انه الباب مازال هو بيتكلم. هل ده يحتوي الخلافات القائمه وجهات النظر المختلفه بخصوص القانون ولا لا؟ هو الخلافات القائمه من الهيئات او من المؤسسات او من النقابات زي ما انا قلت لحضرتك، كل واحد بيدور على مزيد من المزايا يعني واحد من المحامين الكبار طبعا في مجاله وتحمل مسؤوليه سياسيه قبل كده الدكتور زياد بهاء الدين في مقاله في المصري قال انه يخشى انه النقاش بتاع القانون ده تحول من نقاش قانوني لنقاش سياسي. هل شايف ان ده حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش، احنا لحد الان ما حصلش. لحد الان ما حصلش. لكن لو استمرت البيانات تخرج من الجهات دون مراعاه لظروف الدوله المصريه الان وحقوق المواطنين وحقوق كل الجهات اللي موجوده ومحاوله تكريس هو اللي بينقله الدكتور زياد في مقاله كان يخص البيان اللي خارج من اللجنه التشريعيه نفسها. ان هو الانتقاد للمخالفين في وجهه النظر، يعني ده اللي كان بيتكلم عنه او اللي هيتكلم عنه في مقاله. احنا مش عايزين انتقادات، هو مجلس النواب فتح ذراعي لاحتواء الكل ولازم يسمع لوجهات النظر الاخرى، لانه في الاول وفي الاخر هتصب في مصلحه البرلمان. وفي الاخر القوانين جميعها او قانون الاجراءات الجنائيه هيخرج معبر عن البرلمان المصري، وهذا هو صنيعه البرلمان المصري. فمن مصلحه الجميع ان يستوعب كافه آراء المعبرة المناقشات القانونية والسياسية العامة المهمة الصحية، هي دي اللي توصلنا. احنا من نصالح بالمناقشات السياسية، ما هو مجلس النواب برضه جزء من عمله معاملة القوى السياسية تشريع ورؤية القوى السياسية دي للتشريع. هو اعتقد انه البرلمان استمع لكل الرؤى السياسية وكل الهيئات، يعني كل الهيئات كانت ممثلة، او البيان اللي خرج من مجلس النواب مش من اللجنة بخصوص الاستماع للحوار الوطني اللي هو فيه كمان رؤى سياسية مختلفة.
هو يسأل مجلس النواب عن مفهوم. مضمون البيان ومفهومه، عموما لكن احنا في نقابة المحامين مش هنخرج وجود حضرتك معانا عن النهارده الإطار. مناقشتنا دي، طرح الموضوع على المستوى المناقشة العامة، ده شيء صحي جدا، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انك خصصت لنا الوقت ده النهارده احنا في ظهور نادر. انا عارف سعدنا جدا بلقائك وسعدنا بالإطلالة من خلال قناة ام بي سي ما شكرا يحدث جزيلا يا في فندم، مصر، ودايما ان شاء الله نكون متواصلين في بالتأكيد حوار نقابي خالص. نقابي خالص. تمام، نقابي خالص بشكر حضرتك شكرا جزيلا على إن وجود شاء حضرتك الله. معانا النهارده يا شكرا فندم ومحاولتنا للفهم. شكرا. طبعا دي جلسة غير مهنية، لكن محاولة ان احنا نفهم مع حضراتكم، مش بس نقابة المحامين هي المعنية زي ما السيد نقيب المحامين كان بيقول دلوقتي، هو لما بيتكلم عن المحامين هو كمان بيتكلم عن ضمانات تخص المواطن. القانون ده يخص علاقة حضرتك بالبوليس، بالشرطة، بالنيابة، انت كل القانون ده اللي مؤسسات يخصك. الدولة. اذا كنت انت من الطريق للمخالفة لغاية الحكم اما بالبراءة او بالإدانة مع كل التعقيدات، القانون بيتكلم في شهد تعديلات صحيح كتير جدا، لكن هو في الاخر القانون كله من انتاج 1950، كان في مجتمع تاني خالص. النهارده بنتناقش فيه، وده جزء من في مهمتنا اتنين وعملنا. دستور 71 صحيح صدر، ودستور 2012 وتعديلات 2014، 2014، والقانون كان بيراعي نصوص الدستور. يعني محاولة للفهم ساعدنا فيها قامة قانونية كبيرة، وهو نقيب المحامين النهارده، ولسه النقاش مفتوح زي ما قال البيان الأخير الصادر من مجلس النواب. نشوف حضراتكم على خير.